الأهرامات معجزة قرآنية. كان المعتقد أن الفراعنة قاموا بنحت الحجارة، ولكن السؤال كيف جاءت جميع الحجارة متطابقة حتى أنك لا تجد مسافة شعرة بين الحجر والآخر؟ وأين المعدات والأزاميل التي استخدمت في نحت الحجارة؟ فلم يتم العثور حتى الآن على أي واحد منها. إن هذا الاكتشاف يؤكد أن العلماء كانوا مخطئين عندما ظنوا أن الأهرامات بنيت من الحجارة، والأقرب للمنطق والحقيقة أن نقول إن حضارة الفراعنة قامت على الطين. حقائق علمية جديدة. من الحقائق العلمية أن الهرم الأعظم كان يرتفع 146 مترا، وهو أعلى بناء في العالم لمدة 4500 عام، واستمر كذلك حتى القرن 19. والنظرية الجديدة التي يقترحها البروفيسور الفرنسي جوزيف دافيدوفي مدير معهد جوبومي يؤكد فيها أن الأهرامات بنيت أساسا من الطين، واستخدم الطين كوسيلة لنقل الحجارة على سكة خاصة. ويفترض البحث أن الطين ومواد أخرى أخذت من تربة نهر النيل، ووضعت هذه المواد معا في قوالب حجرية محكمة، ثم سخنت لدرجة حرارة عالية، مما أدى إلى تفاعل هذه المواد وتشكيلها حجارة تشبه الحجارة الناتجة عن البراكين أو التي تشكلت قبل ملايين السنين. ويؤكد العالم دافيدوفي أن الحجارة التي بنيت منها الأهرامات صنعت أساسا من الكلس والطين والماء، لأن التحاليل باستخدام تقنية النانو أثبتت وجود كميات من الماء في هذه الحجارة، ومثل هذه الكميات غير موجودة في الأحجار الطبيعية. كذلك هناك تناسق في البنية الداخلية للأحجار، وهذا يؤكد أنه من غير المعقول أن تكون قد جلبت ثم نحتت بهذا الشكل. والاحتمال الأكثر واقعية أنهم صبوا الطين في قوالب فجاءت أشكال الحجارة متناسقة تماما، مثلما نصب اليوم الأدوات البلاستيكية في قوالب فتأتي جميع القطع متساوية ومتشابهة تماما. لقد استعمل المجهر الإلكتروني لتحليل عينات من حجارة الأهرامات، وكانت النتيجة أقرب لرأي دافيدوفي، وظهرت بلورات الكوارترز المتشكلة نتيجة تسخين الطين واضحة. وصرح بأنه لا يوجد في الطبيعة مثل هذه الأحجار، وهذا يؤكد أنها صنعت من قبل الفراعنة. وقد أثبت التحليل الإلكتروني على المقياس المصغر جدا وجود ثاني أكسيد السيليكون، وهذا يثبت أن الأحجار ليست طبيعية. كما أكدت الأبحاث جميعها أن الطريقة التي كان يستخدمها الفراعنة في الأبنية العالية مثل الأهرامات أنهم يصنعون سككا خشبية تلتف حول الهرم بطريقة حلزونية مثل عريشة العنب التي تلتف حول نفسها وتصعد للأعلى. الحقيقة العلمية تتطابق مع الحقيقة القرآنية. بعد هذه الحقائق يمكننا أن نصل إلى نتيجة، ألا وهي أن التقنية المستعملة في عصر الفراعنة لبناء الأبنية الضخمة كالأهرامات كانت عبارة عن وضع الطين العادي المتوفر بكثرة قرب نهر النيل وخلطه بالماء ووضعه ضمن قوالب، ثم إيقاد النار عليه حتى يتصلب وتتشكل الحجارة التي نراها اليوم. هذه التقنية يا أحبتي بقيت مختفية ولم يكن لأحد علم بها حتى عام 1981 عندما طرح ذلك العالم نظريته. ثم في عام 2006 أثبت علماء آخرون صدق هذه النظرية بالتحليل المخبري الذي لا يقبل الشك، أي أن هذه التقنية لم تكن معروفة نهائيا زمن نزول القرآن. ولكن ماذا يقول القرآن؟ لنتأمل يا إخوتي ونسبح الله تبارك وتعالى. معجزة دليل على التوافق التام بين القرآن والعلم وصدق الله عندما قال في كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفيه رد على الملحدين الذين يدعون أن القرآن من تأليف محمد، إذ كيف لمحمد أن يتنبأ بأمر كهذا وهو أبعد ما يكون عن الأهرامات ولم يرها أصلا. رابعا، تؤكد الحقائق اليقينية أن الهرم الأعظم في الجيزة أو ما يسمى هرم خوفو هو أعلى بناء على وجه الأرض لمدة 4500 عام، وبالتالي كان الفراعنة مشهورين بالأبنية العالية أو الصروح، ولذلك فإن الله تعالى دمر الصروح والأبنية التي بناها فرعون مدعي الألوهية. أما بقية الفراعنة والذين بنوا الأهرامات فقد نجاها الله من التدمير لتبقى شاهدا على صدق كتاب الله تبارك وتعالى. خامسا، في قوله تعالى:
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تأمل معي كلمة يعرشون، والتي تدل على الآلة الهندسية المستخدمة عند الفراعنة لوضع الحجارة فوق بعضها. ففي اللغة نجد كما في القاموس المحيط عرش أي بنى عريشا، وعرش الكرم رفع دواليه على الخشب، وعرش البيت بناؤه، وعرش البيت سقفه. والنتيجة أن هذه الكلمات تشير إلى وضع الخشب والارتفاع عليه بهدف رفع الحجارة. وهذا ما يقول العلماء والباحثون اليوم، أن الفراعنة استخدموا السكك الخشبية لرفع الطين والتسلق بشكل حلزوني حول البناء، تماما مثل العريشة التي تلتف حول العمود الذي تقوم عليه بشكل حلزوني. رسم يمثل طريقة بناء الأهرامات من خلال وضع سكك خشبية بشكل حلزوني تلتف حول الهرم صعودا، تماما مثل عرائش العنب التي تلتف وتتسلق بشكل حلزوني من أجل نقل الطين لصناعة الحجارة. ولذلك استخدم تعالى كلمة يعرشون للدلالة على الآلية الهندسية لبناء الأبنية والصروح، ومعظمها دمرها الله ولم يبقى منها إلا هذه الأهرامات، لتكون دليلا على صدق القرآن في هذا العصر.